من يوم ما بنتولد واحنا بنحتاج لإيد تاخد بإيدينا توقفنا على رجلينا وتعدي بينا. بنك الطعام المصري بياخد بإيد المحتاج القادر على العمل. بنوفر الطعام لأسرته طول فترة تعليمه وتأهيله لمهنته. بنك الطعام المصري بيحول الإيد اللي ما بتشتغلش لإيد منتجة، لأن الإيد المنتجة عمرها ما تجوع. بنك الطعام المصري معاً ضد الجوع.